بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. وبشراكم بناتي خياتي، ان شاء الله تكونوا كاع بخير يا رب. اليوم ان شاء الله راح نعمل لكم همبرغر او وصفه الهمبرغر، على بالي كاع وليداتنا يحبوها، وخاصه رانا في فصل الصيف وماهمش يقراو ثاني. نديرها معاكم اليوم وان شاء الله نتمنى تجربوها وتعجبكم. نبداو بسم الله. عندي زوج كيسان حليب، راني كاين لكم بالكاس، يعني الكاس اللي تحبوا اللي عندكم في الدار صغير او كبير. درت زوج كيسان حليب، الحليب يكون دافي. وعندي نص كاس زيت، نفس العبار اللي كيل بيه الحليب او الحليب. وعندي مغرف سكر، وعندي ندير مغرف خميرة فورية. دوك نخلط كل شيء، والحليب ما يكونش سخون، يكون دافي. شوفوا كيفاش نخلط، يعني قليل. درك نخليها ترتاح 15 دقيقة أو ربع ساعة، نغطيها بالكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح. درك نكيل كيلو فارينة، راني كيل فيها قدامكم الفريق الغا. هذا البول تاعي كان فارغ ونكيل فيها، هذي هزت لي 500 غرام يعني رطل. كيلت فيها قدام امامكم، وبعد ما خليتها ارتاحت 15 دقيقه درك نضيف لها الفارينه. بالعقل ونخلط، نضيف لها الفارينه بالعقل ونخلط، ونزيدها مغرف ملح. نكمل هذاك 500 غرام الاولى. ما درت لها لا بيض لا زبده لا حتى شيء، كيما درتها قدامكم زيت وخميره فرينه ملح وسكر فقط. وزدت 500 غرام ثانيه تاع الفرينه. شوفوا خلطها بالفوي مليح. درك نكملها ونخلطها بيدي لان بدات تثقل. درك ما نعجنها ما والو، هي نخلطها مليح ونخليها ترتاح. مازالها جاريه، نزيدها تقريب 100 غرام تاع فرينه، 3 مغارف حوالي 3 مغارف تاع فرينه. بعد ما كملتها خليتها ترتاح 15 دقيقه واحده اخرى. درك نجيب البلاطو تاعي وندهن يدي بالزيت، قليل من الزيت، ونديرها كويرات على الشكل هذا، كويرات كيما هاك. نكمل الكويرات نتاعي ونرجع لكم.
دوك نحاول نهبطهم قليل بيدي، نخليهم يرتاحوا 15 دقيقه واحده اخرى. شوفوا ما شاء الله جاتني كميه لاباس بها. دوك ان شاء الله طنبل المؤس، يعني ندير لكم خطوط، تحبوا ما ديروش ما ديروش عادي. خليتهم كيخمروا، ندير لهم جنجل للتزيين، ندهنهم بالبيض، حاولوا تدهنهم بالعقل باش ما تهبش هذاك الخموريه نتاعهم. التزيين كيما حبيتو، ديروا جنجلال تحبوا سانوش كيما حبيتو، يعني اختياري. كمل كاع الخطوات نتاعي ونرجع لكم. هنا نخلوهم يرتاحوا قليل ومن بعد نديهم الفور يطيبوا. درك نروحوا للكفته او البيونداشي. عندي الكفته، ندير لها فلفل اكحل وملح ونزيد نسكر فجلها الضروس تاع الثوم، نربيهم. هذا ما ندير الكفته ثوب، ما نديرش اكثر من هاك، واللي تحب دير دبر، كل واحدة وكيفاش، يعني يبقى اختياري. درك نبدا نقرص في الكفتة تاعي ونشويها. دابا انا كاع وليداتنا يحبوا غير الحوايج ساهله، لي ساندويتش لي همبرغر هذا ما يحبوا، البيتزا يعني كل مره نديرو لهم حاجه ان شاء الله. هاني نشوي في البيونداشي في الكفتة، نكمل ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. وهنا بعد ما طاب الخبز نتاعنا شوفوا كيفاش جا، ما شاء الله خفيف كأنه بالفارينة. شوفوا كيفاش جا هايل، نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ودركا نبدا نعمر فيه، شوفوا كيفاش جا خفيف وفارغ من داخل. نبدا ما يحبوش الكاتشوب والمايونيز، ندير لهم طماطم وكفته وسلطه وفرماش، ومن بعد نبداو بالثاني تاع الكاتشوب والمايونيز. يعني كمل فيهم، وهنا بعد ما كملتهم شوفوا كيفاه جاوا هايلين. والتزيين اختياري يعني كيما قلت لكم،
ونتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم وترجعوا لي في الكومنتار. ودركا ما بقالي نقول لكم مع السلامه مع كويزينري. ما تنسوش تعملوا لي جيم وتابعونا في قناتي ومع الاهل والاحباب.